هادم الصلاته. نريد صلاه الدوار. هادم الصلاته وهذا ما شباب من الصلاته معاك يا بن غازي. شباب من صلاته كلهم وغادي البوليس. البوليس نلتقي مع الاعلامي سليمان تنتون احد الاعلاميين مدينه مصراته لتحدث لنا عن بدايه المظاهرات السلميه في مدينه مصراته. اخوي سليمان شنو امورك؟ الحمد لله. شنو تحكي لنا على بدايه المظاهرات في مصراته؟ والله بدايه المظاهرات هي سلميه وفوق من السلميه. مجموعه من الشباب مناصره لاخوتنا في بنغازي خاصه بعد وصول انباء لمنتصف القبعات الصفراء ولم يقوموا بتقتيل اخوتنا في بنغازي، فمصراته وبنغازي هي وحده واحده. فالشباب طلعوا مجموعه لحوالي 50 او 60 نفر من منطقه المقوبه تحديدا، فطلعوا من شارع المقوبه للتعبير عن احتجاجهم في وسط المدينه. لما وصلوا لشارع المؤدي من المقوبه الى مجمع المحاكم، الشارع هذا وجدوا قدامهم مجموعة كبيرة من قوات الدعم، ويتقدمها طبعا للأسف الشديد يتقدمها مرتزقة من محليين ومرتزقة ما كانوش من الخارج، ولكن كانوا يحكموا بمجموعة الدعم. فكانت مواجهات عنيفة بين الشباب وبين قوات الدعم للوصول إلى وسط المدينة. استخدم فيها قوات الدعم، استخدموا فيها الغاز المسيل بالدموع، استخدموا فيها الهراوات الكهربائية، استخدموا فيها الرصاص. وكان سقوط اول شهيد اللي هو شهيد خالد ابو شحمه من منطقه الشواهدة. هي لا ما نقدرش نقول لك ان جميع الشباب اللي شاركوا هم من منطقه المقاوبه، منطقه المقاوبه انضموا لهم شباب من اماكن اخرى في مصراته. فمن ضمنهم مجموعه من الشواهدة كان خالد ابو شحمه هو اول شهيد يسقط في مصراته. وانتهت الاحداث في الليل حوالي الساعه الثالثه صباحا، انتهت الاحداث وتجول المرتزقه مع مجموعه من قوات الدعم في شوارع المقاوبة يصرخوا ويهددوا واشياء من القبيل. اليوم اللي بعده طبعا اتفقوا على اساس ان الشباب على اساس ان بعد مباراة الشهيد جثمانه الى مطواه الاخير في مقبرة الشواهدة، الشباب كانوا يد واحدة على اساس ان يطلعوا في مسيرة ثانية. فتابعنا احنا ما حصل في الدوائر الامنية سواء في مديرية الامن او في الامن الداخلي. كانت اعتقالات كثيرة جدا جدا للشباب، شباب مصراته. طبعا في اسماء وفي ناس تزوج فيهم بالاسماء هذه، فحاولوا انهم شفنا احنا بالعين المجرده من وحده من الامارات كيف كانوا يعاملوا في الشباب وكيف كانوا يقبضوا عليهم ويدخلوا فيهم الامن الداخلي. وكذلك المديريه كان لها دور كبير في قمع هذه التظاهره ان حصلت اليوم الثاني اللي هو يوم الدفين. فبعد ان تم الدفن بصراحه افواج هائله جدا جت مع الطريق الدائري الثاني، وأصرت أنها تطلع من نفس الطريق اللي طلعوا منها الشباب في اليوم الأول اللي هو شقوا طريق المقاوبة. فوصلوا إلى منطقة جامع الشيخ زي ما تشوف المكان هذا، وصلوا إلى منطقة جامع الشيخ ووجدوا أمامهم قوات رهيبة من المرتزقة نفس الشيء المحليين والأمن الداخلي والدعم. فشباب صارت مناوشات بينهم وبين الدعم، وتفاجؤوا بحشد هائل ثاني يجي من منطقة جامع العالي اللي هو خلفنا توا. جامع العالي اللي طبعا من منطقة الرويسات والمناطق المجاورة هي الالتحام بمجموعة في المقاوبة والمناطق المجاورة لها اللي يجوا من وين من الشواهدة. فحصلت بيناتهم مواجهات كثيرة كثيرة جدا بصراحة، وسقط فيها الكثير من الجرحى، وكانت مظاهرة قوية جدا. وصمم الجميع أن يدقوا جميع رموز الطاغية في مصراته، وتم حرق جميع رموز الطاغية في مصراته. الله أكبر. وزيلت الصور جميعا للطاغية معمر القدافي اللي حكمنا 42 سنة. وتوج هذا النصر بأن مدينة مصراته استنشقت الحرية ومسايم الحرية في حوالي 4 أو 5 أيام قبل أن يعد
العدة من جديد لغزو مدينة مصراتة باستخدام جميع الآليات والمرتزقة من جراد ودبابات. وبصراحة مصراتة سميت بزقرب العرب وسميت أيضا بعك العرب وتسميات كثيرة. وأبدى المجاهدون في مصراتة شبابا وشيبا وأطفالا أبدوا استعداد كبير لدحر جنود هذا الطاغية. والحمد لله اليوم مصراتة تحررت بالكامل ونتمنى أن نوصل مع أخوتنا في زريتن وأخوتنا في الخمس إلى باب العزية قريبا جدا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. وبعد طبعا بعد ايام من الانتفاضه الناجحه والانتفاضه الباهره لشبابنا في مصراتة مساند لاخوتهم في المنطقه الشرقيه، نادى الطاغيه واعوان الطاغيه عبر اذاعاتها الزائفه بان هناك سيتم تقسيم وهناك حتكون بنغازي هي العاصمه، وذلك كله لبث الفتنه والفرقه بين ابناء الشعب الواحد. في نفس اليوم اتجهت شباب مصراتة اتجهوا الى هذا المكان وعبروا بالقلم عن كل شخص عما موجود داخله وعن إيمانه العميق بأن ليبيا لا شرقية فيها ولا غربية، ليبيا هي وحدة وطنية وطرابلس ستكون عاصمة أبدية لكل الليبيين. هذا المكان معروف عليه هو الجامع العالي بمصراتة، من هنا كانوا الالاف من المصلين عقب صلاه العشاء اتجهوا للالتحام باخوتهم في القادمين من موكب الجنائزي للشهيد خالد ابو شحمه اول شهيد اسقط في مصراته. طبعا المكان هذا هو اللي كانوا قوات الدعم وقوات والمرتزقه المحليين اللي تخدموا قوات الدعم محتميين بقوات الدعم كان في المنطقة هذه. وزي ما تشوفها ومازال ما تنفتش مضبوط الطريق، هذه الإطارات والحاجات اللي كانت الناس يحتموا بها من قوات الدعم. وفي نفس هذا المكان سقط فيه أول شهيد في مصراتة وهو الشهيد خالد أبو شحمة الذي نالته رصاصات الغدر من قوات الطاغية في هذا المكان، واللي من بعده كانت المظاهرة أقوى وكانت المظاهرة بصراحة هي المناداة بسقوط الطاغية نهائيا. في الأول كانت مظاهرة سلمية هي مناصرة لأخوتنا في بنغازي، ولكن بعد ذلك وبعد الدماء التي سالت وسالت بعد ذلك دماء كثيرة، كثير من الشباب ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن، فداء لمصراتة وفداء لليبيا وبنغازي وكل شبر في أرضنا الطاهرة إن شاء الله. إن شاء الله. تعرفوا بيك خونا؟ اسم جمال شنينة والله. اشتحينا على بداية المظاهرات السلمية في مصراتة. المظاهرة تو قاعدين في مكان هذا شو بنقول لك اول دم زكي هنا في مصراتها في المقاوبه هنا اللي هو خالد بو شحم الشهيد خالد بو شحم استشهد هنا وفي المنطقه اللي فيها هنا ولا اله الا الله وخلص ومنها هنا شعلت. وكيف واجهها النظام؟ واجهها بيش بها وقدامك هذا الدمار اللي دار في مصراتها كلها بال 14 ونص وبالبيش ما خلى شيء، ها والراجمات جراد عرفنا بكل اسلحه شي خلى ما عرفناش، كنا ناس حتى الصوت الكلاش ما نعرفوش يعني، تو عرفنا صوت الراجمه وصوت الجراد وصوت حتى امي في الحوش تعرفها تبدا تطيب نسمعوا فيها لا تقول لك لا هاونا دي لا جراد لا خذ وسجل علمنا كل شيء، الاسلحه تو عرفناها وان شاء الله نستعملوها ضد كل نحولوها الطاغيات ان شاء الله ان شاء الله والله اكبر الله اكبر الله. الحارس الثاني يوسف المجعوك احد ثوار ثوره 17 فبراير بمدينه مصراتة. طبعا احنا الوقت الحالي واقفين في احد الشوارع اللي انطلقت منها انتفاضه الثوره في مصراتة. ابتدت انتفاضتنا في مصراتة بعد ما سمعنا على اخواننا في مدينه بنغازي ويتعرضوا له من تنكيل وتعذيب وامور اخرى تعرضوا لها من قبل نظام العقيد القذافي في مدينتنا بنغازي الحبيبة. طبعا انطلقت بداية الشرارة من بالقرب من منتزه الجوهرة بمصراتة، وبدأت بالمجيء ناحية عمارات زاوية البيت
ومن ثم الوصول إلى ميدان الشهداء بالقرب من عمارة زاوية البي. تعرض التوار 17 فبراير في مدينة مصراتة لبعض إطلاق النار من قبل قوات الأمن في مدينة مصراتة. اتجهت المسيرة ناحية جزيرة دوران المقاوبة، وبالتالي تمكن التوار من المجيء إلى الجزيرة من جميع الجهات. تعرضنا لإطلاق نار كثيف من قبل مجموعات الأمن التي كانت تتواجد بمدينة مصراتة، واستمرت هذه المواجهات حوالي من 4 إلى 5 ساعات حتى حل علينا الظلام. ومن ثم في هذه المواجهات تم استشهاد الشهيد خالد أبو شحمة، وفي اليوم التالي تمت جنازته، وتجمع الكثير من شباب ثورة 17 فبراير في المقبرة، ومنها انطلقت البداية. و يعني هذا أمامكم هو الشارع الانتفاضة الأولى، وهو في منطقة المقاوبة. في أول يوم للانتفاضة مدينة مصراتة، هل كان أي ناس اللي كانت تطالب بإسقاط نظام جماهيرية قذافي، هل كان في أي تواجد مسلح بين المدنيين؟ طبعا في أول يومين أو 3 أيام كانت المظاهرات سلمية، لم يتم فيها يعني حمل للسلاح من قبل التوار، ولكن تعرضنا من قوات الأمن لإطلاق نار من أول يوم، ونتج عن ذلك استشهاد الشهيد خالد أبو شحمة. بين الناس اللي واجهت المدنيين في مصراتة كانت عناصر تلبس لباس المدني، وهم من أفراد الأمن الداخلي تقريبا. بالفعل أصلا هو اللي أطلق النار على حياة خالد أبو شحمة كان من الذين يرتدون الملابس المدنية وينتمون للأمن الداخلي. باش انت تحب تقول تول للناس اللي شافوا معاناة مصراتة؟ طبعا مصراتة يعني تعرضت لقصف عنيف وقوي من قبل كتائب القذافي. بصراحة يعني رأينا جميع أنواع الأسلحة الفتاكة، أسلحة يعني محظورة من قنابل عنقودية إلى قذائف RPG إلى قذائف هاون 120 155. عدد الشهداء يعني كبير جدا جدا جدا، فوق ما تصور. الدمار اللي حل بمصراتة دمار رهيب، يعني من سيأتي جميع الليبيين من جميع أنحاء ليبيا لرؤية المناظر البشعة التي ارتكبتها قوات القذافي في مصراتة. يعني المباني الشوارع لم يعد هناك شيء إطلاقا. الحياة أصبحت في الأيام الماضية حياة بائسة جدا 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 جدا. بارك الله فيك. أحد الثوار عنده كلمة بيوجهها طريقته الخاصة. هذه يكون خاين خان ليبيا. الله أكبر.